مسائية مع انطلاقة شوطنا الخامس في تعداد أشواط مسائي هذا اليوم. الشوط الخامس وهو الشوط الخاص باللقاية الجعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل. نتمنى التوفيق للجميع، كما ننوه بالتتويج سوف يكون بعد نهاية هذا الشوط في المنصة الرئيسية. مشاهدينا متابعينا الكرام، بانطلاقة وتحديات هذا الشوط ومع الاندفاع الأول، أرى هناك اللي قاد المجموعة وانطلق بناموس هذا الشوط. ياتي نايف ناصر بن يابر بن علي المري، يقدم تحديات نايف مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المتميز. يلي مع المركز الثاني، مياس راشد بن دناب بن فالح الشامسي، ياتي أيضا بهذا التقدم مع المركز الثاني. ثالث الانطلاقات مرهي محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. نتابع المركز الرابع، نتابع التسلل والتقدم مع الوسمي حربي بن محمد بن كمد العامري، يتقدم بتحديات الوسمي. خامس الانطلاقات الصارم لعبد الله بن محمد بن شين الكذيري، بينما اذا انطلقنا مع المركز السادس يصل في هذه اللحظات، ياتي منهي لمحمد بن منصور بن سالم العامري مع المركز السادس. سابع الانطلاقات همام خليفه بن سطاب الرشيد السويدي، ومع المركز الثامن ياتي العراب لمحمد بن علي بن سعيد اليحافي، بينما اذا انطلقنا مع المركز التاسع شعار سعيد بن محمد بن سهيل، ياتي على مستوى المركز التاسع. عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات الانطلاقي مع الشامخ ومبارك بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، ياتي بدوره يتقدم مع المركز العاشر. هذه النتيجة، للعشر المراكز الأولى المتقدمة مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المتميز. لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هناك اللي قاد المجموعة، مياس راشد بن دنان بن فالح الشامسي، يعشق هذه السلالة، سلالة مياس اللي يقود المجموعة، اللي ينطلق بناموس هذا الشوط. ولكن مرهي 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 القادم على مستوى المركز الثاني بشعار محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثالث نايف لناصر بن يابر بن علي المري، ومع المركز الرابع وصول تقدم مع العراب، اللي يصل بدوره مع المركز، الرابع يتقدم ينطلق بهذا الأداء المثير بشعار محمد بن علي بن سعيد اليحافي، من ينطلق بهذا التقدم القادم من السلطنة. ولكن وصلت، الأسامي، وصلت الشعارات، وصلت التحديات، والشعار نحن قادمون في هذا التقدم الواضح. والشامخ اللي وصل على مستوى المركز الرابع من الجانب الآخر، مبارك بن عامر بن حمد بن عصان المنصوري. خامس الانطلاقات ذميل لمسلم بن علي بن دري المنصوري. نتابع المركز السادس، نتابع منذر سيب بن محمد بن خوش العامري، ياتي بدوره بهذا التقدم على مستوى المركز السادس القادم من الظفره. ولكن ارى القدوم، ارى التسلل، ارى الانطلاق المثير والقادم والتحديات لمياس حمد بن محمد بن مبارك المهيري، ايضا بدا يتسلل ينضم مع المجموعه المتقدمه. وعلى مستوى المركز الثامن شاهين للسعيد بن محمد بن سهيل المزروعي. نتابع المركز التاسع، نتابع همام خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي. وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع خطير خلفان بن سعيد بن خلفان جيمي القادم ايضا مع هذه التحديات ومع هذا الانطلاق المتميز. والمنعطف الاخير، الاتجاه السليم
والصحيح إلى خط النهاية. بارت المنصة بارت مع هذا الأداء المتميز. ومياس على رأس الحربة، السلالة الصغانية تفرض وجودها بكل قوة على مقدمة هذا الشوط، ولكن التسلل من الجانب الاخر، العراب اللي بدا يتسلل، ولكن ارصد لي منذر قاد المجموعه، انطلق بناموس هذا الشوط. سيف بن محمد بن خموش العامري ينطلق بناموس هذا الشوط، العراب من الجانب الاخر لمحمد بن علي بسعيد اللي حافي، وشعار ايضا خليفه بن سلطان بن رشيد عاشق السلاله الشاهينيه بدا يتقدم مع هذا الانطلاق المثير والرائع. شاهين مع المركز الرابع لسعيد بن محمد بن سهيل المزروعي. وصلت الاسامي، وصلت التحديات. الشامخ من الجانب الاخر، مبارك بن عامر بن عصان المنصوري، والتقدم والانطلاق مع مياس الاحمد بن محمد بن مبارك المهيري. واللحظات الأخيرة، منذر يتقدم، ينطلق بناموس هذا الشوط. والسلامات لأهالي الظفرة مع هذا التقدم، مع هذا الانطلاق. سيف بن محمد بن خموش العامري، سلام منذر، سلام بهذا الأداء المتميز، صاحب نقطة ذهبية في ميدان الظفرة أيضا وفي مهرجان الظفرة، يأتي بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع، وبالأيضا أيضا سجلات حافلة بالإنجازات على أرضية ميدان الوثبة. ولكن همام ينتزع ناموس هذا الشوط. سلام جميرة، سلام، تهانينا لعاشق السلالة الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الثاني لسيف بن محمد بن خموش العامري. المركز الثالث جاء الشامخ المبارك بن عامر بن حمد بن عصان المنصوري. المركز الرابع يصل مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين لسعيد بن محمد بن سهيل المزروعي. ومع المركز الخامس جاء ايضا مع هذا الانطلاق هملول لمحمد بن خزع بن محمد بن قرين العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة في هذا الشوط الذي حمل التحدي والإثارة. اللحظات الأخيرة لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول همام اللي شد الهمة في اللحظات الأخيرة. 7:30 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد، والسلامات لأهالي جميرة مع هذا التقدم ومع هذا العرض المثير اللي قدمه همام منذر. يصل مع المركز الثاني 7:31 وجزئين من الثانية. تهانينا للسيف بن محمد بن خموش العامري، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول بتقدم أيضا الشامخ. توقيت الزمني 7:00. تهانينا والناموس مع هذه التحديات أيضا لمالك الشامخ مبارك بن عامر بن حمد بن